انا قبل ما ناخد مفيد. ممكن قبل ما ناخد المتصل استاذ علي، عايز اسال دكتور دكتور نبيل، هل في مواصفات معينه لشخصيه المبتذ؟ هل ليه مواصفات معينه، ولا احنا كلنا ممكن يطلق علينا مبتذين في وقت معين؟ اولا احنا كلنا بنمر بمراحل في حياتنا بنبقى مبتذين باللغه دي، يعني بالظبط. كلنا بشكل او باخر. وهي ليها علاقه بمواقع الضعف والقوه واحتياجنا للاخر وحاجات كده، لكن كمان وفي مراحل عمريه كمان، يعني الاطفال هتلاقيهم اكتر ابتزازا من الكبار، بالظبط. المراهقين اقل، والامهات لما تكبر برضه كبار في والامهات السن. لما بتكبر ليها علاقه بالضعف وبالحاجه، لكن كمان في انواع من الشخصيات بتميل الى الابتزاز اكتر من انواع اخرى. بالظبط. يعني اقدر ان انا اتكلم عنها دلوقتي او اثناء الحلقه. احنا عندنا ثلاث انواع رئيسيه مبتذين، ثلاث انواع من الشخصيه: الشخصيه النرجسيه، والشخصيه اللي بنسميها الاستعراضيه او الهستريونيك بيرسوناليتي، والشخصيه الحديه. لا طب ايش الحديه الاولانيه؟ الاولانيه النرجسيه، النرجسيه والاستعراضيه او الهستريكال، والشخصيه الحديه. الشخصيه النرجسيه ده معروف، ده حد ما بيشوفش الا نفسه ولا يرى الا احتياجاته ولا يرى الا شعوره، فبالتالي بيطوع كل اللي حواليه ان هو يبتزهم فيعملوا له. مش بس كده، هو مش بيطوع، هو لا يتوقع الا انه اللي حواليه يعملوا اللي هو عايزه، ولو ما عملوش اللي هو عايزه بيبقى بيغضب غضب شديد جدا، ويبقى عنيف، ويبقى يعني كاره، ويعني ما يحبكيش الا لو انت تحت رجليه. طب والاستعراضيه ايه الفرق بينها؟ الاستعراضيه الاستعراضيه هي شخص يدور من خلال عيون، يعيش ويوجد في عيون الاخرين، يعني طول ما انت يعني هو كل اللي بيعمله ان هو ياخد عينك. فما ياخد عينك. عشان طب ليه سميته هيستيريكال؟ هو هي هو اسمه كده، هم مسمينه كده هيستيريكال. هو هيستيريكال الحقيقه جايه من اصل لاتيني، ليه علاقه بالرحم، لانه كانت بتوصف للنساء، ولانه اغلب انواع الشخصيه الهيستيريكال بتبقى نساء مش بتبقى رجال. ودايما كده في مش الواقع دايما يعني. مش دايما في بعض الرجال هيستيريكال، لكن اغلب الهيستيريكال اللي هم احنا هيستيريا جايه من الرحم. من مواصفاتها ايه دكتور؟ الهيستيريكال الهيستيريكال هي شخصيه زي ما بقول لك شوي، استعراضي باللبس، طريقه الكلام، يعني يخش لما يخش واحنا قاعدين كده مع بعض بالظبط، اول ما يدخل كلنا هنبص له. ليه؟ لانه بالظبط، لانه هو شخص اوفر جدا، لانه هو شخص بياخدك على طول، يعني هو هيخطف الاتنشن بتاعك. الشخصيه الحاده، الشخصيه الحديه ما اسمهاش الحاده، اسمها الحديه. الحديه الشخصيه الحديه هو شخص ما يميزه بشكل اساسي انه ليس لديه منطقه صلبه داخليه، ما عندوش انا، ما عندوش انا، ما فيش انا، فهو موجود في اللحظه، يعيش في اللحظه، هش من جوه جدا. فمشكلة الشخص الحدي او الشخص الحدية ان هو يعيش هنا والان فقط. هنا والان ايه انا هقول لك الابتزاز جاي منين. فهنا والان هو عايز، يحبك، فانت لازم تحبيه هنا والان. هنا والان هو كرهك، فانت لازم تختفي هنا والان. يا خبر ابيض، بالظبط كده. ده مودي مثلا، مودي جدا، لانه لا يوجد اساس صلب داخلي. فده يجنن، لانه يعني انت شرحك لهذه الشخصيه الحديه انه ملهوش اساس، ملهوش اساس، يعني ده الناس اللي بره يتعاملوا معاه لان هو حدي، ان هو عارف هو عايز ايه. سبحان الله، في اللحظه دي يعني هو يدخل عليكي، بعد ثواني يبقى حد تاني هو يدخل عليكي، لان انا متاكده هو عايز ايه بالظبط. يقول لك يا مفيده انت رائعه جدا، انت اعظم مذيعه في مصر. ده حقيقي، انت رائعه جدا 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 جدا. وتاني يوم وتاني يوم انت هو ما يعرفكيش. الشخصيه الاولى دي ففي اللحظه اللي هو بيقرب منك فيها هو عايزك كلك تبقي معاه، وبقى انا فاكره طيب ان هو داخل عارف هو عايز ايه. وممكن في نفس اللحظه في نفس اليوم يعني بعد شويه موده يتغير ويبقى يعني مش قوي مش للدرجه دي. طيب يعني ده كل حق شخصيه عايزه حلقه عشان نفهم والله يعني. فاحنا بنقسمهم كده، بنقول انه الشخص الابتزازي بيبتدي من الشخص النرجسي، ثم الشخص الهستريكال، ثم الشخص الحدي. راجل ولا ست بالطباع دي بتبقى اكتر ظهر؟ النرجسيه اكتر في الرجاله من الستات. الرجال اكتر، والهستريك للتانيين في الستات اكتر. طب والحدية والستات أكتر.
بس عشان احنا بنقعد نجاوب روحي انت تجاوبي هو قلبي شفتي عامله ازاي عايزه ده حالا عايزه الحاجه دي اشتريها حالا دلوقتي فهمت.